مساء الخير. لبنان أمام عدو يقتل ويمنع الإنقاذ، يدمر ويحلق فوق المسعفين لرفع الركام، يسحب الأرواح ويمنع الصلاة عليها، يضرب المستشفيات ويهدد أطقمها الطبية، تدخل شظاياه إلى غرف المرضى فتحولهم إلى ضحايا. هي حرب إسرائيل، الكيان المارق المخالف للقواعد الإنسانية وشرائعها، وكلما تم إذلالها في معارك الشمال ازدادت وحشية في الجنوب والبقاع وبيروت وضاحية بيروت. ومنذ يوم الجمعة الفائت تضرب إسرائيل طوقا جويا على مناطق في الضاحية، وتمنع وصول فرق الإسعاف سواء من مجمع القيادة الأمنية في المريجي أو في برج البراجنة حيث كان السكان يستغيثون للنجدة. وأخفقت محاولات الفرق الإنقاذية في الوصول إلى النقطة التي يشتبه بأن السيد هاشم صفي الدين قد استهدف فيها مع عدد من المستشارين والمساعدين. وبسبب انقطاع التواصل مع رئيس المجلس التنفيذي فإن حزب الله لم تصدر عنه أي معلومات تأكيدا أو نفيا عن مصير صفي الدين، وإن رجحت الأنباء أنه في عداد المفقودين. ولا يملك الحزب إيضاحات عن رجله الأول بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، إذ إن أي معلومة ترتبط الآن بعمليات رفع الأنقاض وإمكانية الوصول إلى الأرض المستهدفة وما تحتها. وبكل صلافة ودموية يعترف العدو بأنه سيواصل هذه السياسة حتى آخر نفس، إذ قال رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في جلسة لتقييم الوضع إنه يجب مواصلة ممارسة الضغط على حزب الله وتسديد ضربات إضافية ومتواصلة للعدو من دون تسهيلات ومن دون السماح له بفترة للتنفس. لكن هذه السياسة المعمدة بالإجرام لا تطال حزب الله فحسب، بل تحاصر مدنيين لبنانيين وسكانا كانوا آمنين ومستشفيات وأطقما طبية. وقد أعلنت نقابة المستشفيات اليوم خروج أربع منها في الضاحية عن الخدمة، وتخوفت من استهداف مشافٍ أخرى كما حصل في غزة. وأمام حرب غير مسبوقة في تدمير لبنان وقطع شرايينه البرية عبر نقطة المصنع وتهديد المستشفيات وعزل البقاع والغارات المكثفة على قرى الجنوب، فإن العالم يلاعبنا بكرة أمريكية إيرانية مرتدة إلى إسرائيل. وطلائع اللعبة وصلت مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب لمناقشة طبيعة الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي الثلاثاء الماضي. ولهذه الضربة الإسرائيلية فريقان لاعبان ضمن صندوقة الانتخابات، جو بايدن لا يريد ضربة تخرج عن السيطرة، ودونالد ترامب يشجع إسرائيل على قصف المنشآت النووية الإيرانية. والمرشحان يدعمان إسرائيل حتى الرمق الأخير كسبا لجولة تشرين، فيما المنطقة وضمن لبنان يقعان تحت خط دفاع وهجوم ويتلقيان الضربات عن الجميع وبأسلحة أمريكية. أما موعد الرد الإسرائيلي فقد اقترب من التنفيذ، وأعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات استعدادا لما قال إنها عملية كبيرة في إيران. وانتشرت الاتصالات الدبلوماسية على مستوى المنطقة بينها من واشنطن إلى الرياض.